قضية الضرب دي شبهة خطيرة جدا. نعم. واحدة واحدة معانا مولانا. أقول إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. إن الله كرم المرأة بهذه العقوبة عقوبة الضرب. كرمها بالضرب؟ إي والله. مش معقول. كيف؟ كيف؟ إن رابك شيء لو في حاجة مزعلاك أو حاجة شاكك إن هي هتعمل كده ولا كده اضرب على طول. فالعصا اضربها. كسر دماغها بقول له كده يعني. وهؤلاء هم الرجال. وهؤلاء هم الرجال. أو المرأة لا تصلح إطلاقا لأن تقود سيارة مش تقود بيت ولا تقود مثلا يعني ما هو أكبر من ذلك. أن نقر أن هذا من شريعتنا وأن نذكر الغافلين الجهلة من أبناء أمة الذين ساروا في ركاب القوم أن القوم اليوم يعترفون بهذا الإعجاز في هذه الآية بالإعجاز في هذه الآية واضربوهن. في هذه الآية إعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع يضربوها. كلي لا أريد يضربوها. كلي لا أريد يضربوها. كلي لا أريد يضربوها. هو أخي الكريم اعلم بأن زوجتك أسيرة عندك. هو أخي الكريم اعلم بأن زوجتك أسيرة عندك. إن رابك شيء فالعصا. لو حصل منها أي حاجة كده ولا كده اضرب. اضرب على طول. يدله على طريق الذي يضبط به أمره. إنما الرجال يفعلون كما فعل سعيد. فالزبير طبعا نفس القصة. معه زوجتان. فإذا وقع شيء لما يحصل حاجة ويغزوه ولا حاجة يربط شعرهم في بعض وفين يوقعك. ويضربهما ضربا شديدا عشان يعني يضبط له يضبطهما على الطريق. فكانت الأخرى اللي هي مع أسماء كانت تتقي كانت يعني إيه بتعرف تتصرف لما يحصل الضرب تروح يمين وشمال فيجي الضرب كله على أسماء رضي الله عنها بنت الصديق الأكبر رضي الله عنها وعن أبيها. لأن طبيعة جسم الرجل في الغالب سبحان الله يعني خلقها الله تعالى أقوى من طبيعة جسم المرأة. لذلك تجد أن الرجل قد يؤدب زوجته بالضرب وهي تؤدبه بالبكاء أحيانا ويحصل على ما يريد بالصراخ وهي تحصل على ما تريد بالبكاء والعاطفة من الآن. أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي. ما يفهم البعير منك هذا الكلام. الجمل ما يفهم إلا بالضرب. الحمار ما يفهم إلا بالضرب. الآن أنت لما تضرب دابة المقصود أنك تؤلمها لأجل أن تطيعك صح؟ دابة ما تفهم تقول يا ناقة يا جمل يا بعير بالله عليك أريدك تمشي. ما يفهم البعير منك هذا الكلام. الجمل ما يفهم إلا بالضرب. الحمار ما يفهم إلا بالضرب. إن رابك شيء لو في حاجة مزعلاك أو حاجة شاكك إن هي هتعمل كده ولا كده اضرب على طول. فالعصا اضربها. كسر دماغها بقول له كده يعني. وهؤلاء هم الرجال. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن في هذه الآية إعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء لا يمكن أن يعيش معها رجل إلا والعصا على عاتقه. المرأة الأولى فتاة ربيت على حال يطلب منها أن تذهب للمدرسة فتمتنع يضربوها. كلي لا أريد يضربوها. هكذا اعتادت على الضرب تربت على هذا. فنسأل الله أن يعين زوجها عليها بعد ذلك ولن يستقيم معها إلا إذا كان ضرابا للنساء. دكتور مبروك حياتك انت ضحكت ليه؟ انا ضحكت لاني مفيش راجل محترم لاني مش هيضربها الا المحترم. المحترم ده هو اللي يضرب. المحترم هو طب. اللي بيضرب؟ طب المحترم طرم. المحترم اللي هو اللي هيضرب بالكيفية التي امر الله بها. موافقة كلام ده كده ابقى طب. حضرتك بتضرب زوجتك ليه؟ اذا كان هناك اشياء تدعي بالمنطق والعقل والدين بالمنطق والعقل. الله سبحانه وتعالى يقول على النساء واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هنروح فين من كلمة واضربوهن دي؟ كلمة الضرب لفظ الضرب ليه تفسير؟ طب ما معنى كلمة الضرب؟ من الحقوق
التي للزوج على زوجته أن يؤدبها إذا نشزت. إيه معنى كلمة النشوز؟ أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز هو رفض طاعته في الفراش، أو النشوز نوع من أنواع سوء الأدب في خطابه أو المعاكسة فيما يحب. كل هذا صور من صور النشوز. الهجر ازاي؟ قالوا بعضهم الهجر في الفراش، وبعضهم قال لك هجر نكاحها او جماعه. وان كان هجر الجماع ده طبعا يعني انا لا اراه، لان الجماع من حق الزوجه، فكيف يؤدبها بحرمان نفسه؟ انما الهجر يكون بيكفي انه لا يكلمها كلاما طيبا، لا يبتسم في وجهها ويعطيها ظهره، لكن له ان يجامعها حتى في وقت هذا الهجر. طيب هو جرب الوعظ وجرب الهجر وهي مفيش احاسيس متبلده، لا احساس، ده بتقول انت كده ريحتني. طب الحل التالي بقى يكون ايه؟ وطر بجن اللي هو الضرب. اذا فقد توصلت معك الى مرحله لا تصلح الا مع من نقصت ادميتهم او انسانيتهم، ومرحله الضرب. الضرب ده نوع من انواع الايه؟ التاديب الشرعي الذي جعله الله في الحدود. يعني مين اللي بيضرب؟ اللي بيضرب مثلا الزاني والزانيه، الابكار لتاديبا. مين اللي بيضرب؟ انسان ارتكب خطأ من الاخطاء فحكم عليه القاضي ان يعذر بالضرب. مين اللي بيضرب؟ انسان اتى بجرم، فكأن اللي بيضرب زوجته بيقول لها قد اتيت كبيرة استحققتي بها. فحسيت انه جاي يضربني، فابغى اهدده لسه، يعني مفكرة بالي اني ههدده، فبقول له يعني لا تضربني، لا تقرب وتضربني، بقول له يعني عشان لا اروح بيت اهلي ولا عشان لا اقول لي بابا وزي كده. فقال لي جملة غريبة، قال لي هي قبل كده بس ما سوى كده، قال لي أنا ماني جاي أضربك، أنا جاي أقتلك. ومسك في رقبتي وسدحني على الأرض وبدأ يخنق فيها بنظرات، يعني ما أدري هل هي عين القاتل أو هي عين الكاره، أو ما نظرة غريبة. 6 سنين عمري في حياتي ما شفتها في عيونه ولا شفتها في عين أي أحد. خلتني بقوة لدرجة أنا ما عاد وعيت يعني إيش حصل بعد كده. رأيت وأنا في المستشفى خلاص أنا المركزة، أنا ما عاد ما أدري كيف اتكسر وجهي، ما أدري كيف خبطني، ما أدري ولا أي شيء، ما أدري إلا أنا في المستشفى وأهلي يمسكوا يدي ونحن جنبي. أنت مش خايف ترجع وبعدين تروح تضربها تاني؟ ما دام هي دي أصلا بتستفزك وبتجرك للضرب. أثق تماما، قلت لك أنا يعني مسألة الضرب هذه المرة ما حضربها بإيدي، هذه المرة ممكن أضربها بزوجة، لا حضربها بزوجة تانية. لا دي ضربة قاضية، ضربة قاضية، وانت متعود. وبعدين حلال هو في احسن من الحلال؟ وبعدين حلال هو في احسن من الحلال؟ وبعدين حلال هو في احسن من الحلال؟ ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وان كانت على التنور. تصور التنور مشعل ويراد ان تخبز عليه الخبز، إذا دعاها وهي مشغولة بهذا الشغل الذي لا يفوت يجب أن تترك التنور وتجيب زوجها. وفي الحديث الآخر: فلتجيبه وإن كانت على ظهر قتل حتى وهي راكبة. يعني التفسير اللي سيادتك جبته ده تفسير من عندك، حكاية أن لما يقول لها تعالي تقوم تقول له لا، ده مش موجود لا في الآية ولا في النص ولا بتاع. أنا شخصيا رأيت التفسير ده اتكرر كتير قوي. إحنا لازم نراعي الله في المرأة. المرأة بتبقى مرهقة واقعة من طولها وتعبانة، ولفنج جاي لها من على القهوة وعايز يباشر حقوقه الزوجية، يوم ما هتقول لا وهو هيرغمها على هذا يبقى نوع من الاغتصاب وليس انه بياخد حقه، لان هي لازم تتجاوب معاه. مش قضية سعد بن ابي ربيعة ولا كده، مش ربيعة، قضية تشجيع المفسرين على ضرب النساء. لا مش القضية، هي ان المفسرين القدامى كانوا يؤمنون بان الضرب حق من حقوق الزوج، وهو ده الرأي الذي ينتشر الآن في الجوامع. وسلم: لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فحق الزوج عظيم جدا جدا جدا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة قالت: يا رسول الله لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج علي. قال: تريدين أن تعرف حق الزوج؟ قال: نعم. قال: حق الزوج أن لو خرج من أنفه صديدا أو من منخاره دما ثم لعقتهما أديت حقه. فلذلك حق الزوج عظيم، لا بد أن